جميع المغاربه كيتبعوا يعني هذا المسلسل ديال التعليم في بلادنا والازمه المستمره. يعني كانت هناك مبادرات من ضمنها المبادره اللي قمنا بها هنا داخل البرلمان واللي كانت كخطوه استقبلت اكثر من 30 ديال التنسيقيات اللي هي متضرره من الانظمه الاساسيه المتتاليه، واللي انتظرنا بانه تبعها واحد الخطوه خصوصا بعد صدور النداء ديال الرباط باش تكون هناك ربما مناظره وطنيه، وان النقابات حتى هما ينفتحوا على التنسيقيات، وانه يتم لم هذا الشمل وتجاوز يعني هذا الحيف الكبير اللي كيعانيوا منه الاساتذه لا من توقيفات ولا من اقتطاعات، وانه يتم المعالجه ديال الملفات ذات اولويه باش يمكن لنا نسمحوا بفتح المدارس والاقسام امام المتعلمين، علما بانه خاص معالجه ملف الاساتذه والاستاذات ثم نجلسوا باش نشوفوا المدرسه المغربيه اللي بغينا شنو هي المهام ديالها باش يمكن لها تلعب الدور ديالها كرافعه اساسيه ديال التنميه، مدرسه ديال الشعب اللي كتحرر واللي كتسمح باش هاد البلاد ديالنا حتى حنا ندخلوا المصاف الدول المتقدمه ماشي نخضعوا للتوجيهات والتسليع. وهذا الشيء كيطلب الخيرات ديال جميع الفاعلين من احزاب سياسيه، من وزاره، من نقابات، من تنسيقيات، من جمعيات ديال اولياء وامهات واباء التلاميذ. كل فاعلين ومختصين خصهم يعملوا. كاين مبادرات دارت ايجابيه ولكن خصها تتبعها مبادرات اخرى، لان هذا ملف مهم وربما خصو يحظى باولويات الاولويات لانه غادي يتبنى عليه المصير ديال المغرب ديال غدا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.